أول بداية الثورة اليمنية كان عن طريق الفيسبوك عندما كان يقول الحقائر أول يوم كان عن طريق الفيسبوك كانوا يفعلوا منشورة ومع دعوتنا سنستمع في مكان كلا على أساس نبدا الثورة كان دور الفيسبوك كبير أو موقع إلكتروني كبير في خروج الثورات العربية كاملة لموقف المواقع اللي كانت شغالة مثل الصحوة بس كذلك موقع رويترز وعين اليمن الإخبارية والعديد من المواقع.